إذا رأى المصلح الإسلامي أو الجهة الإسلامية جمود الناس وخوفهم وترهلهم ويأسهم، يجب عليه أن يتحرك هو، وإلا لزم أن يقف إلى الأبد. الفردية تؤدي إلى عبادة الذات وإلى الاستبداد، وهذا هو الطريق إلى الهلاك. ليس معنى التقوى والزهد هو الانزواء عن المجتمع، بل إن حقيقة التقوى والزهد هي الارتباط الدائم والصادق مع الله سبحانه وتعالى.